أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان الكلام في الصفة الرابعة من الصفات السلبية، وهي الصفة التي عقدت لبيان أنه تعالى يستحيل عليه الرؤية البصرية، لأن كل مرئي فهو ذو جهة، لأنه إما مقابل أو في حكم المقابل. وقلنا بأن هذه القضية وقع الكلام فيها بين الحكماء والمعتزلة، وبين من ذهب إلى جواز كونه تعالى جسما، أو من أجاز بعض من هذه الأمور كالكرامية، وبين من أشار إلى جواز الرؤية وإن لم يشر ماذا إلى كونه جسما. وقلنا بأن هذه المسألة منعها من كانت له مشارب عقلية وفلسفية، لأنها واضحة في هذا المجال، وقبلها من كانت عنده بعض المشارب العقلية، ولكنه في بعض الأحيان يسير سيرا فيه نوع من الارتباك ونوع من التخبط كالأشاعر. وقلنا بأن الأشاعر كانت لهم رؤية في هذا المجال، تارة في قضية الآطل الذي جعلوه سببا لقضية الرؤية، وهو أن استدلالهم للرؤية كان يتبع قضية الوجود نفسه، فقالوا بأن الله سبحانه وتعالى ما دام موجودا فيمكن أن يكون مرئيا. فما دام الله موجودا، هذا دليلهم على قضية صحة الرؤية، ما دام الله موجود فيمكن أن يكون مرئيا. فهذه هي العلة التي ذكروها كما أشرنا في الدرس الماضي. قالوا بأن الجوهر والعراض مرئيان، والحكم المشترك الذي بينهما يستدعي سببا مشتركا أو علة مشتركة، هذا طبعا واضح عندكم كذلك في المختصر. وعندنا السبب يدور مدار أمرين، أحدهما هو الحدوث والآخر هو الوجود. أما أن الحدوث هو السبب فهذا ليس مقبولا، ذلك أن الحدوث أمر عدمي، وقلنا بأن الأمر العدمي كما هو مقرر في علم الكلام وفي الحكمة لا يمكن أن يكون علة لأمر وجودي كالرؤية، فلم يبقى إلا الوجود. فبالتالي ما دام الحدوث ليس صالحا للعلية فإن الوجود هو الصالح، والله موجود، فإذا هو ماذا؟ فالله لا بد أن يكون مرئيا. بالحقيقة هؤلاء الأشاعرة عندما ينظر الإنسان إلى كلماتهم يرى بأنها فيها نوع من السذاجة الفلسفية، يعني السذاجة في المنطق العلمي، وذلك لأنهم يريدون تصوير أمر له كيفية خاصة، له طريقة خاصة، له آلية خاصة، بطريقة ما أنزل الله بها من سلطان. يقولون رؤية وهي ليست برؤية، يقولون إبصار وهو ليس بإبصار، ويقولون مثلا يمكن أن يرى بهذه الطريقة، ويقولون ليس هناك جهة ولا تجسيم ولا مثلا بقية الأمور التي يلزم منها أن يكون المرء مثلا مواجها أو ما شابه ذلك. كل هذه الأمور ينفونها ومع ذلك يثبتون الرؤية، وهذا أمر غريب، لأنه الإنسان عندما يأتي لقول شيء عليه أن يعرف ما الذي يستلزمه هذا القول، لأن الإنسان العارف بقوله لا يكون ماذا؟ لا يكون كالطفل لا يعرف مديات ألفاظه ومدلولات كلماته، ربما يقول كلمة لا يعنيها، ربما يقول كلمة قد سمعها، ربما يقول كلمة لا يعرف تأثيرها. فالإنسان إذا كانت له رؤية فكرية واضحة فإن كلماته تكون واضحة مثل رؤيته الفكرية الواضحة،
فمن هنا يمكن لنا اعتبار أن بعض كلمات وآراء الأشاعرة ذات طابع طفولي، ذات طابع ساذج، ذات طابع بسيط، سببه عدم التمرس الفكري الفلسفي الكلامي الواضح في القواعد العقلية، وغياب كثير من الضوابط، وغياب كثير من القواعد الكلية في أذهانهم. ولذلك نجد أنهم في هذا المبحث وفي بعض المباحث التي تقدمت، كما مثلا في بحث الكلام وغيره، يجد الإنسان نفسه أمامهم في حيرة من يعني من كلامهم، كيف يقولون هذا ويريدون مثلا شيئا تعبر عنه اللغة بتعبير، وهم يريدون استخدام ذلك التعبير ولا يريدون ذلك المعنى، وإذا أرادوا المعنى جعلوا له معنى خاص من عندهم. فإذا سئلوا عن هذا المعنى الخاص الذي جعلوه قالوا كلاما لا أصل له، كأنهم يريدون أن يقولوا بأن الرؤية هي هذه، وعندما تأتي إلى هذه الرؤية تجد أنها لا يمكن لا قبولها ولا تصويرها ولا تصورها أساسا للإنسان وتعقلها بالنسبة إلى الإنسان. لذلك عندما يأتي الإنسان إلى هؤلاء ويسألهم كلامكم هذا يلزم منه الجسمية من جهة، يلزم منه المكانية من جهة، يلزم منه الجهوية من جهة، يلزم منه كذا، هذه الأمور كلها يقولون لا، نحن لا نريد رؤية تترتب عليها جميع هذه المحذورات. فإذا كانوا لا يريدون هذه الرؤية، فإذا ما هي الرؤية التي يريدونها؟ يريدون رؤية في قبال عدم الرؤية، في قبال من منع الرؤية، ولكن الدليل عليها لا يتناسب معها، لأنه يثبت شيئا كأنه ماذا؟ كأنه خرافة من الخرافات. ولذلك تخبطت الكلمات، وحاول البعض أن يعني حاول البعض أن ينتهي من هذه الأمور بالتصريح بأنه ليست القضية كما يتراءى للبعض من هذه الكلمة التي تذكر هنا وهناك، وهي قضية الإبصار، وأننا لا نقصد بالإبصار ما يقصده هذا يعني ما يقصد من هذه الكلمة وهو المعنى المألوف. فإذا قلنا لهم إذا كنتم لا تريدون الإبصار الذي هو هذا الذي أنا أبصرك وأنت تبصرني، فإذا أبصرتك معنى ذلك أنه هناك نوع من الانطباع أو خروج شيء من جسم ووصوله إلى جسم آخر، شعاع، عبر ما تريد، ولكن على كل حال هذه شروط تحقق للرؤية. فإذا كنتم تريدون الرؤية فأعطونا شروطها. فيقولون نحن نريد الرؤية بالطريقة التي يعبر عنها بأنها حالة يعني حالة تحصل من رؤية الشيء بعد حصول العلم به، هذه هي الرؤية، حالة تحصل من رؤية الشيء بعد حصول العلم به، لا نفسها، يعني نفس الرؤية اللي هي الآن أنتم تذكرون لوازمها الباطلة، فهذا أمر يعني يقال، ولكن تطبيقه في الخارج هو المهم، لأن الفكر إنما أريد أن ينتقل من مكان إلى مكان إلى آخر بوسائل، هذه الوسائل يعبر عنها وسائل تفهيم. فإذا قال الإنسان كلاما ليس قابلا للفهم، أو قال كلاما في أصله خرافة، فإن ذاك لا يلوم أحد عندما يقول له أنت تقول بشيء وفيه لازم، لأنه يفهم من الكلام ما يفهم من الكلام. أما أن تأتينا بشيء لا يمكن فهمه من الكلام وتسميه باسم في لغتنا له مدلول واضح صريح له شروط، وتقول بأن هذه الشروط كلها لا تتحقق ومع ذلك يتحقق ذلك المشروط، فهذا قول لا يقوله عاقل. فإذا قالوا أن شيئا ما مشروط بشرط، فكلما عدم ذلك الشرط عدم ذلك المشروط. فإذا كنتم تقولون بأن الله يرى، فعليكم أن تقولوا بأنه يرى بحسب شرطه، يعني بحسب الشرط والشروط
أما أن تقولون يرى لا بشرط الرؤية أو يرى لا بشرط هذه الرؤية التي تتحدثون عنها، فإذا أنتم تتحدثون عن ماذا؟ عن خرافة. على كل حال، فلذلك نقول البعض حاول أن يقول أن هذه القضية التي نقول بها، يعني من الأشاعرة نقول بها، هي هذه، هو هذا الحالة التي تحصل بعد العلم بالشيء. البعض قال لا، أساساً القضية ليست قضية رؤية دنيوية، لا، القضية هي رؤية أخروية، القضية ليست في الدنيا، القضية حتى يعني القضية لا تخص الدنيا، إنما تخص الآخرة، وفي الآخرة يمكن أن تحصل. هسه بعد كيفية هذا الحصول وردت، لكنها لا نعني أننا نتحدث عن ذلك، نقول بأنه يرى كما يرى البدر في يعني في تمامه وغير ذلك، ولكن هناك قانون يحكم ذلك العالم. نحن الآن في هذا العالم، يعني هؤلاء أعقل من الأشاعرة، قالوا بأننا في هذا العالم نعلم أن الرؤية لها أحكامها ولها شروطها، فنحن لا نقول بأن الله يرى يوما يعني في أيام الدنيا، إنما نقول هو يرى في الآخرة. فإذا قلتم لنا كيف يرى في الآخرة، قلنا لكم أن الآخرة عالم آخر، فهذا العالم الآخر ربما الله سبحانه وتعالى يزودنا بعيون مثلا خاصة، أو يكون له هو يعني وجود خاص، من خلال هذا الوجود نطلع عليه ونراه كما يعني ورد في الأدلة. هسه على كل حال، هسه هذا هم تصوير، لكنه وإن كان تصويرا فيه جنبة من جنبة يعني الواهم، ولكنها على كل حال، ولكنه على كل حال وهم، يعني له يعني وهم جزئي كما يقال، يعني له يعني وهم له فكر. عندما فكروا بأن الرؤية في هذا العالم لا يمكن قبولها، قالوا بأن الرؤية تكون من عالم آخر. لذلك عندما يأتي الإنسان ليتابع هؤلاء ليقول لهم من أين جئتم بهذا الكلام، يقولون جئنا به من إمامنا الإمام الأشعري الذي قال بأن الله سبحانه وتعالى يرى بالأبصار كما يرى ليلة البدر، يراه المؤمنون ويعني لا يراه الكافرون، استرعتم هذا رأيهم في القضية، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر، هل من مستغفر وله يدان وله عينان وله وجه، غير ذلك من الأمور. وقال بعد ذلك هذا الذي ذكر هو ما نقول به، نحن نرى هذا الأرض اللي هو طبعا الرؤية وبقية. وذلك بعضهم حتى أشكل على هذه الكلمة، وقال بأن الأشعري يقول ماذا يقول بالجسمية، لأنه ورد في هذا الكلام اليدان والعينان والوجه. في الحقيقة هؤلاء عندما واحد يريد أن يتأمل في أفكارهم أكثر وفي كلماتهم، استدلوا بأنه على جواز الرؤية، بأنه أنتم عندما تقولون بأن الله لا يرى، هذا يعني بعض من كلامهم، عندما تقولون بأن الله لا يرى أو لا يصح أن يرى، هذا فرق بينهما، أنه لا يرى بالفعل أو لا يصح له أن يرى، هذا عدم صحة الرؤية كأنه ماذا؟ كأنه نفي للوجود. جعلوا مسألة صحة الرؤية تقريرا للوجود، وإذا كان موجودا فهو مرئي، هذا هو كلامه. فنقول هذا الاستدلال قائم على أن يكون المقصود من الوجود الإلهي هو المقصود من وجود غيره من الأشياء، ولذلك لو كان الوجود الإلهي شيئا آخر غير الوجود الإنساني، غير الوجود الممكن، لكان يمكن أن يقال بأن العلة هنا ليست العلة هنا. فإذا كانت القضية دائرة مدار الوجود، والوجود فيهما يعني في هذا وفي هذا هو وجود واحد، عند ذلك يمكن لنا أن نقول بأن هذا هو سبب هذه الرؤية، أو سبب هذا الفكر، أو سبب هذه القضية التي يثيرها أو المثل التي يثيرها هؤلاء. لكننا عندما نأتي إلى أهل الفلسفة ونسألهم عن الوجود، هل الوجود الإلهي، هل الوجود عندما يحمل على الأشياء الواجبة والممكنة يحمل بمعنى واحد أو يحمل ماذا؟ بمعاني متعددة، يقولون له يحمل بمعنى إن الوجود كما يقولون مشترك معنوي بين ماذا؟
بين الموجودات، بين الواجب والممكن، لكنه ماذا؟ حقيقة واحدة يعني مختلفة المراتب. نعم، وجوده واجب، وجودنا ممكن، هذا الفرق. نقول هذا الفرق وحده يكفي في المقام، لأننا عندما نأتي ونقول بأن الوجود هو سبب من أسباب الرؤية، هذه السببية وهي سببية الوجود لصحة الرؤية، هل هي سببية حاصلة في الوجودات الممكنة أو هي حاصلة في الوجودات عموما، يعني سواء كانت واجبة أو كانت ماذا أو كانت ممكن؟ إن قلتم أنها عموما، قلنا لكم ما هو الدليل. إن قلتم لا، هي أساسا حاصلة في الوجودات الممكنة، نقول إذا كانت هذه الوجودات الممكنة تكون ماذا؟ تكون فيها مجرد الوجود، مجرد تحقق الوجود وتقرر الوجود سبب للرؤية، سبب وعلة للرؤية. نحن نقول لكم هذا إذا كان جاريا في الوجودات الممكنة، فكيف يمكن جريانه في الوجود ماذا؟ في الوجود الواجب، لأن الوجود الواجب مرتبة وجودية مختلفة، ليست هي كمرتبة الوجودات، يعني ليست هي من المراتب الوجودية في يعني المراتب الوجودية الإمكانية، إنما هي مرتبة خاصة في قبال ماذا؟ في قبال الوجود الممكن. فالوجود الممكن له مراتبه الخاصة، والوجود الواجب هو من نوع آخر. هذا أولا. وثانيا، أنتم تقولون لمجرد أن يكون هناك اشتراك في أصل شيء سبب لصحة الرؤية، عندنا يقول ماذا؟ نقول لكم هذه القضية هل هي ثابتة لكل موجود أو أنها مختصة ببعض الموجودات؟ إن كانت خاصة بموجود دون آخر، فهذه الموجودات التي تخصها هذه العلة تكون فيها جارية، هذه العلة في تلك الموجودات لا تكون جارية، لأن هذه العلة أنتم تدعون اضطرادها، يعني ماذا؟ يعني عدم خصوصيتها بجهة دون جهة، ففي كل واحد موصوف بأنه موجود فهو موصوف ماذا؟ بأنه يصح رؤيته. فإذا قلنا لكم هل كل الموجودات الممكنة يمكن أن يكون لها هذا الحكم وهو صحة الرؤية أو لا؟ تقولون إما هذا أو لا. إذا كانت البعض دون البعض الآخر، فهذا يدل على أن القضية لا تصل إلى ماذا؟ لا تصل إلى الواجب، لأنها هي أساسا لم تشمل حتى بعض الممكنات. إن قلتم لا، هي تشمل الممكنات جميعا، ولذلك نحن لأننا لم نستطع تطبيقها على الواجب، قلنا بأن الواجب والممكن من نوع واحد. فنقول لكم هل يوجد في الموجودات الممكنة ما هو ثابت وموجود ولا تصح رؤيته أو لا؟ هذه أمور كثيرة، كثير من الأشياء التي تندرج تحت الصفات النفسية، هذه الأمور جميعا لا يختلف عاقلان بأنها أمور موجودة، من قبيل الشجاعة، من قبيل العلم، هذه الأمور كلها صفات نفسية ولا خلاف في أنها موجودة. فإذا كنتم تريدون أنه موجود من نوع خاص، فهذا موجود من نوع خاص لا يمكن دخوله. إن كنتم تقولون لا، كل الموجودات، فهذه موجودات من نفس النوع الذي تتحدثون عنه وهو الموجود الممكن. فإذا كانت هذه الموجودات الممكنة غير قابلة للرؤية، غير قابلة للرؤية أصلا، فإذا كانت غير قابلة للرؤية كيف يمكن إجراء الرؤية على غير الوجود الممكن، مع أن الموجودات الممكنة ليست جميعا قابلة للرؤية، بل ليس يصح ماذا؟ رؤيتها يعني جميعا. هذا أولا. وثانيا، هذه القضية وهي قضية أن الوجود سبب تام للرؤية، هذا أمر
مشروط بشرط، ادفعوا لنا موجودا، افرضوا لنا موجودا، تحققت له الرؤية دون أن تكون لهذه الرؤية شروط. اذكروا لنا موجود، هل عندكم موجود تحققت بالنسبة إليه الرؤية؟ لو سلمنا أنه ما يخالف، الموجودات الممكنة جميعا قابلة، ماذا؟ قابلة للرؤية. هل عندكم موجود ممكن أو غير ممكن، موجود مطلقا له رؤية متحققة دون أن تكون هذه الرؤية مشروطة بشرط؟ هل يمكن أن لا يكون هذا الرائي والمرئي متقابلان؟ هل يمكن بالنسبة إلى شيء موجود ومرئي أن لا يكون مقابلا للرائي ومع ذلك يكون مرئيا؟ هذا يحتاج إلى مثال، فإذا كان عندكم مثال لهذا فاذكروه لنا. هؤلاء طبعا ليس عندهم مثال من هذا القبيل، ولذلك ماذا قالوا؟ قالوا نحن لا نقصد حتى هذه الأمور، وعندنا الرؤية ليست مشروطة. فإذا كانوا يريدون فعليهم ماذا؟ أولا أن يثبتوا أن الموجودات الممكنة جميعا قابلة للرؤية، وحيث أن الصفات النفسية موجودة ولكنها غير مرئية، فهي إذن ليس كل موجود، فليس كل موجود يصح تصح رؤيته، لأن بعض الموجودات لا يصح رؤيتها، لا تصح رؤيتها بالرغم من أنها موجودات، ماذا؟ موجودات ممكنة. لكن البعض ليست عنده مشكلة حتى في هذه القضية، البعض مثلا من المجسمة، والبعض مثلا من الكرامية، هؤلاء ليست عندهم مشكلة حتى في هذه القضية، عندما يقولون مثلا أن الرؤية، أو عندما نقول لهم أن الرؤية مشروطة بشرط، فهذا الشرط متحققون أو ليس بمتحقق؟ ماذا تقولون؟ يقولون فليتحقق. ماذا يحصل يعني؟ ماذا سيحصل؟ سيحصل أنه أن يكون الله جسمان، أن يكون الله في جهتين، ليس عندنا مشكلة في هذا المقام، خصوصا الذين يقولون بالجسمية ولا الذين يقولون بمقولة الكرامية. لكن هؤلاء يتفقون مع الأشاعرة في قضية أصلية، وهي ماذا؟ وهي قضية صحة الرؤية وأصل الرؤية وأصل الرؤية الفعلية، ولكنهم يخالفونهم في كيفيتها، لأن الأشاعرة بالرغم من قولهم أنهم يعني بالرغم من قولهم بأن الله يمكن أن يرى، لكنهم قالوا ماذا؟ لكنهم قالوا بأن الرؤية البصرية ليست ممكنة بهذه الطريقة التي أشير إليها. لكن يعني المجسمة والكرامية يقولون لا مانع من الرؤية بطريقة المقابلة، بطريقة المواجهة، ماكم عندنا مشكلة في هذا المقام، لأنه هؤلاء ليست عندهم مشكلة في أن تكون الرؤية من خلال انطباع صورة الله وغير ذلك من الأمور يعني الواضحة. طبعا هؤلاء مذهبهم فاسد وواضح الفساد، لأنه لا يمكن، فيما سبق تقدم أنه أساسا الله يمكن وصفه بأنه جسم حتى يمكن قبول كلام الكرامية أو المجسمة، نقول لا، ليست هناك أساسا كلام في هذا المجال. أما هؤلاء الأشاعرة، هؤلاء الأشاعرة قد يقال أن الكلام معهم قد يجر إلى بعض يعني الأطر التي أو بعض المناحي الفكرية التي يمكن أن تكون مقبولة، لأن كلامهم نفسه مع نفيهم الرؤية البصرية بالطريقة المتعارفة، هذا تصوير في الوقت نفسه، يعني في الوقت نفسه غير مقبول، ولكنه على كل حال جار على طريق التنزيه، يعني الذي يقوله الأشعري بأن الرؤية ليس من قبيل المواجهة ولا المقابلة ولا من قبيل انطباع الصورة ولا من قبيل مثلا كذا وكذا من أمور تلزم منها الجسمية، إذن هو ماذا؟ إذن هو رأي لازمه التنزيه، ولكنه على كل حال تنزيه ماذا؟ تنزيه أعرج، تنزيه ناقص، هم يريدون أن ينزهوه عن الجسمية، وبنفس الوقت الذي يقولون بقول يلزم منه ماذا؟ يلزم منه الجسمية. أولى عندنا يمكن لنا أن نفسر قولهم، ولكن لا نفسره بالرؤية. قد يقول البعض بأن المسألة إذا فسرت بأن يكون معنى كلام الأشاعرة
الكشف التام، يعني المعرفة بالله سبحانه وتعالى، فعند ذلك لا يمكن، لأنه هذه ما هو مشكلة فيها أنه يحصل هناك كشف، لكن ليس عن طريق الرؤية، هذا نوع من الكشف لا مشكلة فيه، لأنه هذه الطريقة ليست طريقة إبصارية. فإذا كانت هذه القضية بهذا الأمر تفسر، فالمسألة ليست يعني صعبة. وأما بالنسبة إلى أن يقال بأنها مسألة رؤية، فهذه مسألة الرؤية مسألة يعني شبيهة بقولهم في قضية الكلام النفسي، يقولون كلاما لا يمكن ماذا، لا يمكن الاستفادة منه، أو لا يمكن أخذ الفائدة منه كما هو يعني في موضوع يعني الكلام الإلهي. فهذه القضية إذا كان المقصود منها هو تمام المعرفة، تمام الكشف، فالمشكلة إذن يمكن في أن الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة يمكن أن تحصل لنا حالة كشف جديدة كما ورد في بعض الآيات القرآنية، يمكن، ولكنهم ماذا؟ ولكنهم في يعني في تلك الحالة لا تكون بالطريقة التي يعني يعبر عنها بطريقة ماذا؟ بطريقة الرؤية، لأن كلمة الرؤية هي أساسا كلمة لها معناها الواضح. هذا إذا كانوا قصدوا هذا. أما إذا قصدوا لا العلم يعني بشيء آخر، يعني العلم بطريقة فيها نوع ماذا، فيها نوع من التحديد، هذه القضية ربما يكون ماذا، ربما يكون فيها بعض الكلام. لماذا؟ لأننا عندما نقول فإذا كانوا يقصدون شيئا آخر غير هذا الأمر، وهو طريقة الكشف مثلا، طريقة الكشف التام، إذا لم يعنوا ذلك، فعندنا أما أن يقولوا بأننا نعلم بالله سبحانه وتعالى بطريقة تامة، يعني بتمام العلم الإلهي، يعني نعلم بالله علما تاما بتمامه نعلم به، أو لا، أن يقولوا لا، نحن نعلم يعني بهذه القضية بالطريقة التي عبر عنها في اللغة العربية بكلمة الرؤية. فإذا كانوا يقصدون هذا أو يقصدون هذا فكلاهما باطلون. أما الأول صواب، لأن المعرفة بالله بتمامه هذه لم يدعيها أحد. أما الثاني وهو كونه ماذا؟ كونه مرئيان، فهذا مخالفته العقلية واضحة. أما المخالفة العقلية فلأنه كلما كما هو في القياس الاستثنائي، لو كان الله مرئيان لكان ماذا؟ لكان في جهة، وكل ما له جهة فهو جسم، هذا لا إشكال فيه، فإن يكون حينئذ يكون المرئي جسما، فإذا كان المرئي الله فهو لا بد أن يكون ماذا؟ لا بد أن يكون جسما، وهذا أمر لا يمكن قبوله. وتقدم أن الجسم أمر مفتقر، لأنه مركب، وكل مركب مفتقر. إذا قلنا هذا الكلام، البعض قد يقول أنه هذا الكلام إلقاء كما يقال، كأنه حكم وقد ألقي. فإذا قلنا بأنه هذه الحالة التي نتحدث عنها، وهو أنه إذا كان جسمي، إذا كان عفوا مرئيا، لو كان الله مرئيا فلا بد في أن يكون في جهة، هذه الصغرى التي ذكرتموها هذه تحتاج إلى بيان، لأنه قد يقال بأنه من قال بأنه إذا كان الشيء مرئيا لا بد أن يكون في جهة. نقول في بيان ذلك إن هذه الحالة وهي حالة الرؤية، وهي قضية الرؤية، إما تحصل من خلال المقابلة، مقابلة الرأي، أو لا، ما يكون في حكم المقابلة، في حكم المقابلة اللي هو يكون مثلا في قضية المرآة كما هو واضح، لأنه في اندلاك هذا أمر واضح محسوس، إما أن تكون في مقابل شخص فتراه، وإما أن تقول في مقابل مرآة فهو في كأنك ماذا؟ كأنك بحكم مقابلته، كأنك تقابله، ولكن هذا ليس تقابلا حقيقيا، إنما هو ماذا؟ إنما هو في حكم المقابل، فترى نفسك، وهذه أمر لا واقعية له، ليست مقابلة حقيقية. فإذا كانت هناك رؤية فهي لا تخرج عن هذه، ويعني عن هذه الأمور. وكل ما كان مقابلا أو كان في حكم المقابل لابد أن يكون في جهة، وإلا كيف أقابلك؟ إذا كانت لي مقابلة معك فلا بد أن تكون أمامي وأكون أمامك، أو نكون في مكان يجمعنا، فإذا أكون في جهة وتكون في جهة. وحتى المرآة إذا كنت أريد أن أكون فيها فعلي ماذا؟ أن أكون في قبالها، وإلا هي لا تخرج ماذا؟ لا تخرج ما لا يكون في قبالها.
لذلك نقول إن مسألة الرؤية أو فرض الرؤية بالنسبة إلى الله ملازمة قطعا وضرورة وحسا ماذا؟ قضية الجهوية أو قضية الوجود في جهة أو الكون أو الكون في جهة. فإذا كان هؤلاء يعني فإذا كان هؤلاء الأشاعرة إذا كانوا يقولون بأن الرؤية جائزة عليه سبحانه وتعالى، فإذا كان هذه القضية يمكن أن تكون يعني واقعة بالفعل، فكيف يمكن أن تحصل؟ يقولون هذه جائزة أو هذا 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 الأمر جائز بل واقع، وماذا؟ من غير مقابلة، من غير مواجهة. هذه غير مقابلة ومن غير مواجهة، هذه معاندة وتعنت وتعسف وسفه فكري. لماذا؟ لأنه ليس هناك في هذا العالم شيء يقال عليه هذا القول وهو الرؤية، ولا يكون بهذه الشروط التي ذكرت. فإذا كان عندهم شيء يمكن أن يكون مرئيا ولا تتوفر فيه هذه الشروط، فعليهم ماذا؟ فعليهم أن يذكروه لنا، وإلا نحن ليس عندنا شيء يمكن لنا أن نقبله ونقول عنه هذا القول ونحكم عليه بهذا الحكم إن لم يكن تتوفر فيه ماذا؟ تتوفر فيه هذه الأمور، وهي المقابلة أو ما في حكم المقابلة. هذا بالنسبة إلى العقل. أما بالنسبة إلى السمع، فالسمع هذه القضية موجودة حتى في القرآن الكريم، وذلك في قولي يعني في كلام موسى مع الله سبحانه وتعالى عندما أجيب بقوله لن تراني، وهذه لن كما أشير لنفي التأبيد كما أشير عن أهل اللغة، يعني كما يعني سنؤيد ذلك ببعض نصوصهم. فإذا لم يره يعني موسى رغم شخصيته عظمته مكانته سلام الله عليه، فعند ذلك بعد وهناك داع للرؤية، وهناك كان هناك داع للرؤية، مع ذلك ما مع ذلك لم يحصل. فإذا لم يكن مع أن هذه الأمور لو كانت ممكنة لكانت ماذا؟ مع وجود الداعي لكان فعلها ماذا؟ فعلها أمرا حكيما حسنا. فأما إذا كانت إذا كان الداعي لها موجود ومع ذلك لم تحصل مع محاولة ماذا؟ مع محاولة المعصوم أن يحظى بهذا الأمر، فمعنى ذلك أنها مستحيلة في نفسها، وإلا لكان الداعي لوجودها كافيا ماذا؟ في حسن حصولها، لأنها أمر ممكن، ولكن لأنها أمر ممتنع لم تحصل. ولذلك ورد القول الإلهي بأنك لن تراني كما في القرآن، لن تراني جوابا لموسى مع إلحاحه ومع تأكيدي على هذه القضية. والوجه الثاني يمكن أن يذكر في هذا المجال في السمع، هو أساسا القرآن يعني يقول بصورة واضحة بأن الله الأبصار لا تدركه، بقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فإن هذه يعني الآيات تصرح بأن قضية يعني القضية الإبصار هنا قضية ماذا؟ منفية. وهذا النافي فهذا النفي ليس ماذا مختصا بشخص دون شخص أنه هذا سيراه وهذا لا، قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. هذه أولا هذا دليل عقلي دليل لفظي، وهذا الدليل اللفظي له إطلاق لم يقيد برأي وغير ذلك من الأمور. وعند ذلك يمكن أن نقول بأن هذا النافي نفي ماذا؟ نفي مطلق، نفي عام، لا يمكن أن تحصل هذه الرؤية مهما كانت ماذا؟ مهما كانت مكانة الإنسان الذي يمكن ماذا؟ الذي يمكن أن يطمع في رؤية الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك نأتي إلى وجوه أخرى في هذا المقام وإلى يعني إلى مناقشتها، ولكن إن شاء الله في الدرس القادم، لأنه الوقت ما يكفي، لأن المناقشة بعض الأحيان بعض من المناقشة هي طويلة. إن شاء الله يأتي إن شاء الله في
الدرس القادم التعرض للوجه الثالث، ثم بعد ذلك مناقشة هذه الوجوه حتى نصل إلى النتيجة، لأن هذه من القضايا المهمة التي بقيت لحد هذه الساعة موجودة في الفكر الأشعري، ولا زال يعني الجميع يدافع عنها، ويجب بيانها بصورة واضحة حتى يعني يتم التعرض لبعض ما يمكن ذكره في يعني بعض المحافل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله.